الحكايه مش حكايه واحد وزمايله خلقت حصري على موقع مارادونا.com. كيمو الدين جاهز لأي حرب والبندقية معبيها احترس مني قسم وحدة وريح دميها ما بحبش المشاكل بس انجب مرحب بيها أي حربون أنا وقت أنا هقطع رقبيها صار زرعة أمك زرع من غير ما نزرع أنا قدر الكلام صار دراجة لحب افترى واشد تفتل واحفر الغاب كان يا زمن غير نرفز أنا سوى مركزة بس أنا لو ما أنا شاغل نفسي بنفسي وعمر الناس ما بتشغل سامي بحكي لبيت انبح شايف ناس ملاش لازمة عينهم دايما بصالي وحاسدين على الكام رزمة من أهل الست والكيف دول يقبلوا ضرب جزمة في المصلحة تظهر وبيختفوا وقت الأزمة لو قفلوا بسحب خنجر معقول لهند أنا بسحب له أصل ولا بيهمني خصميك الشام ما بقابله الوقعة اللي ما تقتلش دي بتقوني وتشجعني لما وجهت تبدلش ده يبقى برك قلبي وروحي وكل حاجة بحبها بنسى الدنيا وهمها لما بكون جنبها مفيش حد في جمالها ولا في طيبة قلبها في بالك من كوكب تاني مشوفتش واحدة زيها قدام اتنين عمرها مت برجولة بس واحد قدام مليون مش ممكن ولا معقول جرح بكح مواس ما بين بشر بتكح تراب بس انت غرب من دار غراب ساعتي لعيونك مقاتل لو قفلت مني بتخرق كل الناس عارفيني فائت كلها مني بتستغرق اول ليا اسقط قتيل وما جلش ولا يبارى شاب عاشي لليل وللقتي ما برسم واشرى ما يحسدكم اطرش وعب ومش شايفكم ولا سباكم وقالكم مني وكرمني عشان بينكم اسمعكم يكفي ان انا مش حكاية واحد وزمايله خانته ده الغريب ان اللي منه لو عيته لو هيموته كله مصمم يجرح فيه كلها واقفة في سكته دول بتفرحوا دمعته يزعلوا لو شافوا ضحكته انت لو كلام عمال عن اللي بيتقالوا ده نضحي ورا تعمل عركة لعركة ومقضي حياتي مغامرة ما بكشش ولا مدد وقلبي ميت عمري ما كل متاديد حصريا على موقع مهرجانات.com